مرحبا بحضراتكم في اخر فقره، وزي ما نوهنا في البدايه هنتكلم عن تمارين للسيدات الحوامل وازاي يقدروا ان هم يتجنبوا التمارين الخاطئه، وفي نفس الوقت المفهوم المغلوط اللي عند البعض اللي هو انا حامل انا حقي اكل زي ما انا عايزه واتخن زي ما انا عايزه، وبعد ما بتخلف للاسف بيصيبها حاله من الاكتئاب. ده مش الكل بس البعض، فازاي نقدر ان احنا نتجنب كل ده؟ هنعرف مع كابتن ميمو ايهاب مدربه بجيم يعني السيدات بالنادي الاهلي بالجزيره. منورانا. صباح الفل. صباح النور. وملف مهم لان فئه كتير جدا وكبيره جدا عندنا ومفاهيم مغلوطه موجوده زي ما كنت بتكلم، فعايزين نبدا من هنا وبعدين نشوف التمارين بقى بشكل عملي زي ما احنا متعودين. بس كابتن ميمو قول لنا في البدايه اصلا يعني فكره هنا ان بعض السيدات معتقده ان هي عشان حامل فمن حقها تاكل زي ما هي عايزه والتمارين خطر جدا عليها ولازم تفضل مرتاحه، يعني لا خلينا نعرف. فكره ان التمارين خطر عليها دي ده مفهوم فعلا خاطئ، بس احنا في البدايه بنقول ان هي طبعا في الاول خالص لازم تروح للدكتور، وهو الدكتور هو اللي يقول نبدا نمارس رياضه، حالتها الصحيه تنفع ان احنا نمارس رياضه ولا لا. طبعا بتختلف، هو اصلا لو هي حد بيمارس رياضه على العموم فدي طبعا بتفيدها ما تبقى حامل وكده، لكن لو هي حد مش بيمارس رياضه فطبعا الدكتور هو اللي يقول نمارس رياضه ولا ما نمارسش رياضه. هي فكرة أصلا وهي بتمارس رياضة قبل ما تبقى حامل ده ممكن يكون بيفيد جسمها وهي حامل. طبعا يعني بيفرق جدا ان انا من زمان مثلا بمارس رياضة وانا مش من زمان بمارس رياضة. فاحنا بنقول طبعا ان هو اول حاجة ان اما الدكتور يقول فاحنا بنعمل طبعا بنسأل في مثلا ارتفاع في ضغط الدم، عندنا انيميا، يعني ايه الاعراض اللي بتظهر علينا، الحاجات دي كلها. بعد كده هي بتمارس رياضة عادي جدا تمام، بس طبعا بنبقى واخدين الحذر في ان هي حامل. ليها طبعا بتبقى تمارين معينة. بس الموضوع بسيطة، شفتوا الموضوع بسيط جدا. طيب نخش على تفاصيل شوية. الشهور الأولى من الحمل ليها تمارين معينة والشهور الأخيرة ليها تمارين معينة، وأكيد مش هتلعب بطن يعني مثلا. لا ما بنلعبش طبعا تمارين البطن، أهم حاجة طبعا بنقول إن في الشهور الأولى لو هو حد رياضي تمام بيمارس رياضة عادي جدا تمام، لكن لو هو حد مش رياضي برضو هرجع وأقول إن الدكتور اللي بيقول إحنا بنمارس رياضة ولا مش بنمارس رياضة. لو بنمارس رياضة فخلاص، فطبعا بنقول لها في الأول عشان طبعا هي الناس أول ما بتعرف إن هي حامل بيبدأ الكسل، بيبدأ الزهق، بيبدأ الملل، بيبدأ الاكتئاب. بتبدأ بقى النصايح اللي هي مش كلها صح طبعا، وارتاحي وما تتحركيش، ولازم تاكلي كتير يعني حسب الكيس. عشان أنت بتاكلي ليكي وللبيبي، ودي كلها طبعا مفاهيم خاطئة طبعا للاسف يعني، وموجوده ودارجه حتى في السينما. بس يعني لازم يا جماعه الفكر ده يتغير لان ده مش صحيح تماما، ولازم قبل ما نصدق حاجه نسال مختص، يعني مع احترامي لاهالينا والمعتقداتنا وكل حاجه، بس لازم يبقى فيه مختصين ليهم راي. بالظبط طبعا، يعني دكتور النيوتريشن برضه بيبقى ليه طبعا اهميه مع الحامل. ليه؟ عشان برضه وزنها ما يزيدش تمام، وترجع بعد الولاده ترجع بصوره طبيعيه، يعني بصوره اسرع من الطبيعي. كويس جدا. طيب احنا المفروض هنشوف معاكي كابتن ميمو بعض التمرينات صح كده؟ تمام. دي التمرينات اللي هي للاسترخاء ولا التمرينات عامه؟ لا، التمارين اللي هي ممكن تعملها وانا قاعده في البيت لو انا رحت الجيم، تمارين عشان نحافظ على رشاقه الجسم طبعا والماسلز بتاعتنا عشان ما تقعش. عشان طبعا احنا عارفين ان الحامل مثلا لو انا مثلا رياضيه مثلا وكنت مثلا بلعب مثلا باوزان تقيله، انا طبعا مش هينفع بالظبط، فطبعا انا مش هشيل نفس الاوزان اللي انا كنت بشيلها قبل ما ابقى حامل. فاحنا بنحاول على قدر الامكان نعمل تقويات للعضلات عامه بصوره عامه تمام، عشان نحافظ على الماسلز بتاعتنا ان هي ما تقعش خلال فتره الحمل. طيب انا عندي سؤال قبل ما نروح نشوف عملي بقى التمرينات. طيب. فكره هنا بعد ما السيده بتخلف اوكي، في ناس بتزيد بجد ب 30 و35 كيلو، دي بتبقى مأساة كبيرة جدا. تمام. هل طبيعي ان يعني نقدر نقول او الخساسان ممكن يجي بشكل سريع لو مارسوا رياضة معينة برضو لو هتقول لنا عليها او حتى هتوريها لنا؟ لا هي ولا لازم بيبقى ساعتها عمليات وحاجات زي كده؟ لا لا احنا ما بنتجهش لقصة العمليات. هي اصلا احنا بنقول في الاول خالص ان هي السيدة عامة لما بتحمل لازم تبقى فخورة بنفسها جدا ومبسوطة جدا، حتى لو زادت في الوزن
هي بعد الولاده مع اتباع نظام غذائي، مش هنقول دايت، لا هي نظام غذائي يكون شامل كل حاجه عشان خاطر في بيبي والرضاعه الطبيعيه والحاجات دي كلها، تمام. فهي اما بتمشي على الحاجات دي وبتمارس رياضه، تمام، الوضع بينزل معاها تدريجيا خلاص وبترجع للوزن الطبيعي بتاعها. كويس. وفكره هنا برضو ان لما الواحده تبقى حامل وتمارس رياضه، احنا عارفين ان الرياضه بتفرز هرمونات اصلا سعاده اللي هو الدوبامين تقريبا، حاجه كده، شوفي انا مذاكره ازاي، بس ده بيساعد لان فتره الحمل اصلا فيها لحظات اكتئاب وتوتر حاجات زي كده، دي حاجه مش بايدينا، فللاسف دي مصحوبه مع فترات الحمل، فالرياضه بتساعد طبعا من تحسين المزاج العام للحوالي. بتخلي الواحده اولا تبقى فريش، يعني مش هنقول يعني هي بتبقى مبسوطه طبعا ان هي بتمارس رياضه وقادره وتنزل وبتروح وبتيجي، بتلاقي ان هي المود بيتغير طبعا. فالقصه مش بس قصه يعني ممارسه رياضه، لا هو في تحسين حاله مزاجية. يعني مزاجيه كمان. طب خلينا نشوف بقى عملي عشان ايه. طيب انا بحب جدا يعني فكره هنا ان احنا بننصح وبنوري الناس كمان التمارين ازاي، موجوده قدام حضراتكم على اليوتيوب تقدروا ترجعوا لها في اي وقت. بصي احنا اول حاجه هي ممكن هي قاعده تعمل تمارين للابر بادي، تمام، نعمل اب فوق ونرجع تاني هنا، كلها بتبقى تمارين بسيطه وسهله ما بتبقاش محتاجه اي حاجه، يعني ممكن نعملها 10 عدات ده كده ابر للابر بادي. ممكن من واحنا قاعدين هنا ايدينا اللي جنب اب اند داون، ممكن يبقوا شايلين حاجه، يبقوا شايلين ويت مثلا، لو مش متوفر بيت اي حاجه بسيطه خفيفه يبقى هم شايلينها مثلا، هتساعدهم في الحاجات دي. أوكي. هنا برضو كده نرفع ايدينا قدام لغايه تشيست وننزل تاني هنا كم مره وكم ساعه؟ هنعملها 10 عدات 4 مجموعات. تمام. ورجلينا تمارين هنا اب داون ونبدل برضو 10 عدات 4 مجموعات، ممكن نعمل سيركل. انا شايفه كلها تمرينات بسيطه وبتتعمل وهي قاعده بتتفرج على التلفزيون، وممكن كمان تعملها وهي واقفه، تمام، عشان برضو في ناس كانت بتقول ان احنا التمارين كلها وهي قاعده، لا خالص، احنا ممكن نقوم هنا نعمل مورس هنا اب اند داون، شغل ايديا مع رجليا كويس جدا، هنا هعمل سكوات عادي. السكوات ما فيهوش مشكله للحمل في اي شهر؟ لا لا عادي، ما فيهاش اي مشكله خالص، انا بنزل هنا وبطلع تاني. ما بيبقاش بقى سكوات لا يعني مش هنزل، لا هو يعني بس صفني، تمام، وببقى هنا شست وركبتي ما بتعديش مشتي وثابته هنا بس كده. ممكن برضو سايد للجنب، تمارين سايد للجنب هنا، نفس التمارين اللي انا عملتها وانا قاعده ممكن اعملها وانا واقفه، ما فيهاش اي مشكله خالص. و دي تمارين احنا كده اتكلمنا في ابر ولور، تمام، ظهر بقى ممكن مثلا نعمل، احنا دايما بنحافظ على تمارين النفس بتاعتنا دي اهم حاجه خلاص، فاحنا ناخد نفس فوق شد ظهري ورا، اهم حاجه النفس هنا، انزل قدام، ده زي ستريتشنج يعني لحد ما زي تمارين الاسترخاء كده عشان برضو الظهر والعضلات بتاعتي هنا سايد للجنب، ده عشان الويست بقى بالظبط. انا والله العظيم هنا افتح رجليا داون ده تاني عشان اكرر عشان الناس برضو ما نقول له ده في اي شهر من شهور الحمل التمارين دي يعني سيف او امنه لاي شهر من شهور الحمل؟ امنه ما فيهاش اي مشكله خالص، بس اهم حاجه بنرجع نقول الدكتور بيقول ايه، اهم حاجه الدكتور عشان قبل هو أي حاجة. قبل اي حاجه هو بيبقى عارف الحاله وضعها ايه. صحيح. نبدا تمارين ما نبداش تمارين، الحاجات دي كلها. طيب كابتن ميمو احنا هنروح فاصل بس لسه كلامنا ما خلصش طبعا معاكي، فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم.